معنا هاتفيا من عمان حسين العليان الكاتب السياسي. مرحبا بك سيد حسين. اذا انباء عن ربض التيار الصدري، دعوات العبادي الى الاجتماع، الى اين تذهب الامور بين شركاء العمليه السياسيه؟ شوف، يعني النظام السياسي في العراق مركب تركيب على ميزان الذهب. اذا بتلاحظ وراء كل انتخابات نجريها تزداد يعني النظام السياسي تعقيدا بسبب نتائج الانتخابات. في الانتخابات السابقة كانت هناك كتلتين مسيطرة على المشهد السياسي، أيام الوطنية وحدة الصين ودولة القانون، أي بمعنى كنا أسهل أن نذهب إلى توازن يثبت استقرار ما في البلد. الانتخابات الأخيرة أفرزت داخل حتى التحالف الوطني ما يسمى بالبيت الشيعي، يعني ولو هاي مصطلحات احنا مش فيها، يعني اثبات الواحد مضطر يوضح الموقف. تجد اليوم خمس كتل راي تفكك الى خمس قوى، وهي قوى لا تستطيع الا ان تتحالف حتى تحصل الكتله الاكبر في البرلمان. انه هذا القانون صار يعني ايضا واحد من العراقيل السياسيه في استقرار البلد والنظام السياسي. نعم. يعني كيف ستفسر لي ان الكتله الاكبر هي التي تتحالف في البرلمان؟ يعني هذا التفسير فرضوه في مرحله من المراحل، اليوم صار عقده في البلد. نعم. انا كل الدول العالم تعرف ان الائتلافات تنشا قبل الانتخابات، وبالتالي اللي بيحصل على اكبر عدد المقاعد من الاصوات هو اللي بيألف الوزاره، هذا نظام المنطق بقول هيك. نعم. يعني سياسي كل يوم بالذات تعقيد. نعم. طيب النائب حسن توران صرح انه ليس من حق اي جهه التدخل في عمل المحكمه الاتحاديه، هل سيفتح هذا التصريح الباب امام خلاف جديد بين شركاء العمليه السياسيه؟ يعني شوف، هذا هي تصريحات لا تلبث ان يعني تفقد تاثيرها في الاثير وتروح. اليوم فيش فصل بين السلطات في العراق، العراق اليوم كل سلطاته متداخله، وكل السلطه الكبرى هي ليست في داخل العراق، وانت تعرف ذلك وكل العراقيين يعرفون ذلك. ان حول الربط اما في دوله في الاطار الدولي او في الاطار الاقليمي، سواء كان ايران او العراق او الامريكان. طيب هناك تصريح مؤخرا لرئيس الحكومه حيدر العبادي قال ان العمل يعني جار لحصر السلاح بيد الدوله، كذلك الزاملي رئيس لجنه الامن والدفاع النيابيه حذر من انفلات امني من جهات خارجه عن القانون. هذه التصريحات هل تعتقد ان الخاسرين سيتركون الامر ويرضخون لدعوه العبادي؟ سيدي، السلاح المنتشر خارج اطار الدوله والسلاح اللي في داخل الدوله هو امتداد لقوى اقليميه، وانت تدرك ذلك. نعم. يعني هذه الميليشيا امر حل الميليشيات ليس امر محلي، وهي من تسلحت لم تتسلح محليا، وهذا الحد مفهوم. يعني ليش نظل نصر حول الحمى؟ اللي بيفكك الميليشيات او بحل الميليشيات هو قرار اقليمي وليس قرار محلي عراقي. تذكر دمج الميليشيات كانت تحايل على تشكيل جيش ميليشياوي. اليوم الفرق موزعة للكتل السياسية، اليوم الجيش موزع، الداخلية موزعة، فأحنا أمام مشهد مركب تركيب صعب محليا ما لم يتم التوافق الدولي وتغيير موازين القوة في حول العراق ومن داخل العراق، ما راح نوصل للاستقرار أو للتفاهمات. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن من عمان الكاتب السياسي السيد حسين العليان.